نقل أسلحة روسية متطورة لتساند الأسلحة الأقل حداثة في سوريا ينذر بأن موسكو مستمرة في معركتها بشراسة في الميدان السوري. لاستكمال موسكو عملياتها العسكرية داخل سوريا، كشفت وزارة الدفاع الروسية في تقرير لها وصول صواريخ سيارية من نوع كروز المعروفة بدقة الإصابة على بعد 3 أمتار وتطلق على ارتفاع 50 مترا وعلى مدى 2600 كيلومتر. وإلى سوريا وصلت أيضا مقاتلات من نوع سوخويسو 34، وهي قاذفات ثنائية المقاعد تبلغ سرعتها 1900 كيلومتر في الساعة ومزودة بقذائف موجهة. هذه الطائرات الحربية الروسية تعمل بمساندة سوخويسو 25، وهي الطائرات التي تؤمن الهجوم الأرضي والتي استخدمت للمرة الأولى عام 75 والتي تبلغ سرعتها 950 كيلومتر في الساعة. ولتأمين الهجمات الأرضية تعمل هليكوبترات 124 المعدة أيضا لعمليات النقل. إلى هذه الطائرات تضاف طائرات من دون طيار درون التي تضم نوعي الطائرات أيليرون 3SV وأورلان 10، وهي طائرات يبلغ وزنها 14 كيلوغرام. إضافة إلى مجموع هذه المقاتلات 34 من بينها سو 24 وسو 30SM، انضمت سفينة صاروخية إلى القوات البحرية الروسية في بحر قزوين لتستخدم للمرة الأولى نظرا إلى تزودها بقاذف الصواريخ كاليبر NK الجديد الذي لا تحمله أي سفينة أخرى حاليا. كل هذا العتاد العسكري الروسي صار موجودا في القواعد الروسية في اللاذقية وطرطوس في سوريا واستراخان ونوفوروسيك في روسيا وسيباستوبول في شبه جزيرة القرم. هذه القواعد الروسية تتحدى القواعد البريطانية في قبرص والقواعد الأمريكية في الأردن وتركيا، حيث توجد أيضا قواعد مشتركة مع حلف شمال الأطلسي.